بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما.
بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. خميس مبارك خميس الهادي. فريق السوادي للتوعية نائب الرئيس. فريق السوادي للتوعية مبادرة تنظيمية جديدة يعني على منطقة السوادي، وهو تدشين أولى الأعراس الجماعية. عملية التنظيم والإعداد المسبق لهذه الاحتفالية. أول حاجة حنا نشكر الله على سبحانه وتعالى على هذا اللي أتاحت لنا الفرصة هذه كفريق السوادي وكمنطقة السوادي كتنظيم أول بالنسبة لفريق زواج جماعي بهذا الحجم. حقيقة يعني هذا أول مرة يحصل، ونتمنى من الله التوفيق يكون كلجنة تنظيم هذا العرس الجماعي. ونشكر جميع الناس اللي حضرت، ونشكر جميع الناس اللي شاركت أو مؤسسات وشركات، ونشكر التلفزيون العماني طبعا على هذا الفرصة اللي أتاحت معنا نعم قناة سند. وحقيقة نحن نشكر جميع الناس اللي بادرت وجميع التنظيم ما صار في هذا الموقع. عثمان مسعود الحمداني. أول شيء نبارك لك زواج، وانطباعك وإحساسك أكيد أنه يعني المعرس في هذه اللحظات له كلمة يقولها. أول شيء الله يبارك فيك، وطبعا هذه الحياة الزوجية بدايات يعني شو اسمه الى الحياه يعني العمليه والمهنيه. يعني ايش الاضافه الجديده بالنسبه لي عرس جماعي في السوادي؟ والله هي اضافه جميله، هو اول من نوعها، يعني تجربه فريده من نوعها، وان شاء الله تستمر تطور لسنوات قادمه ان شاء الله. خلينا نتكلم عن التكاليف. هل حسيتوا ان هناك فرق كبير بالنسبه لي الاعراس الجماعيه عن الاعراس المفرده؟ والله هي من ناحيه التكاليف صراحه التكاليف كانت بسيطه يعني، وكانت التكاليف بسيطه وكانت جيده يعني، فالافضل يعني استمرار الاعراس الجماعيه يعني. عمر سالم جميل ناصر الهادي. عمر اول نبارك لك الزواج والدخول في القفص الذهبي ان شاء الله. الكلمه المعبره في هذا اليوم. والله اشكر الوالد والوالده اول شيء على كل شيء، وثاني شيء يعني شعور ما نوصف يعني الشيء، وشوف الجماعه واهاليتك و24 معك والفرحه وكذاك، يعني شعور ما يتعبر في يوم وليله، شعور داخل ما حد يقدر يوصفه. وكلمه للاخوان اللي بعدهم ينتظروا القفص. ان شاء الله نقول الله يوفقهم ان شاء الله، وعسى بالعمر المديد ان شاء الله، والله يخليهم لنا ان شاء الله. زين انت مع العرس الجماعي ولا افضل لك انك تستقل والعرس المفرد وهذا؟ والله ايش بقول لك، من ناحيتين انا اقول مع الجماعه انك تفرح وتشوف انه شيء ويشجعوك وتسولف وهذا، ولوحدك ما تحس والتكاليف وكذاك. والحمد لله رب العالمين الله يسرنا امورنا مشت على خير ان شاء الله. احمد بن مبارك بن سالم الهادي. الف مبروك في اولى الاعراس الجماعيه في منطقه السوادي في بركه. شعورك وانت معرس اليوم؟ الله يبارك فيك، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. وصراحه هذه الفرحه ما توصف صراحه، يعني كالانسان يعني ينتقل من مرحله الى اخرى، فهذه تعتبر يعني فرحه كبيره ولها ثقلها يعني. وصراحة نشكر وجه الشكر شكر جزيل لهذه اللجنة التي قامت بتنظيم هذا العرس الجماعي، لأنه يعتبر العرس الجماعي يعتبر هم كبير ويحتاج كوادر تبرزه بشكل واضح وبشكل مشرف، لأن أنت تقوم يعني بدعوة ناس عزيزين عليك، فلازم أنت تكون بالصورة المشرفة. من ناحية العرس الجماعي لها أكثر من فوائد، من ناحية أنه يقلل لك عدد تكاليف المبلغ، إذا أنت تسوي فردي
يكون مبلغ فوق الألف يعني يوصل، لأنك أنت تريد تظهر بصورة مناسبة ومشرفة أمام الأشخاص اللي دعوتهم. لكن مقارنة مع العرس الجماعي مبلغ زهيد بسيط يتكفل الأعضاء هذا الفريق وأعضاء اللجنة اللي تقوم بتنظيم هذا العرس الجماعي بكامل الخطوات اللي تحتاجها هذه، من تنظيم سواء على الأرضية المسرح أو الأرضية التي سوف تقام فيها وجبة العشاء، وأيضا على الأماكن اللي سوف يقوم يجلبوا منها وجبة العشاء من مطاعم أو نفس الشيء الحلوى، جلب الحلوى هذه نفس الشيء تحتاج إلى من ناس معينين يقوموا بالحصول على أفضل جودة لها. بشكل عام نفس الشيء اللي هو الهم، يعني أنت لما في مجموعة تتكفل عنك بتنظيم هذا العرس فيقل الهم ويقل التفكير بمدى يعني هل أنت بتبرز هذا العرس الجماعي بصورة واضحة بصورة مشرفة أم لا. لكن إذا جيت على العرس الجماعي أو قصدي هذا العرس الشخصي، العرس الجماعي بتكون فيه لجنة، بيكون أكثر من شخص أو أكثر من فرد، في جهود من دمجة مع بعض أساس تظهر هذا العرس الجماعي بصورة واضحة. فهذه أغلب الفوائد التي يعني حصل كشخصيا أنا استفدتها لما اندمجت أو شاركت في العرس الجماعي هذا. في تظاهرة اجتماعية وفرحة عارمة عاش فيها أهالي منطقة السوادي بولاية بركة، نقلنا معكم من هنا من ولاية بركة 19 عريسا استمتعوا بهذه الأجواء الجميلة. كان معكم علي الجابري لقناة سند الفضائية.